كما شدد جبر على أن القرارات التي سيتم اتخاذها خلال اجتماع المجلس قد تصل إلى سحب التراخيص من بعض الجهات الإعلامية. هنبدأ برضو بإجراءات ضد الكتائب الإلكترونية، الكتائب الإلكترونية اللي بتسيء للإعلام الرياضي أكتر من القنوات التلفزيونية، وكتائب فيها تمويل وفيها فلوس وفيها تحريض وفيها أشياء كتيرة جدا. وهنبلغ النائب العام من النهاردة، هنبعت شكاوى بناء على رصد وشكاوى موثقة للنائب العام حول هذه الكتائب وحول برضو القنوات أو اليوتيوب أو الفيسبوك اللي بيرتكب أي جرائم أو مخالفات فيها قذف وسب وانتهاك سمع وأعراض. هنخطر الجهات المختصة وإحنا هناخد إجراءنا اللي قلت قد يصل إلى حد سحب ترخيص القناة.